مجموعة بلاك من عبد الصمد القرشي تتكون من 3 عطور فاخرة. ذا بلاك أكثر العطور البخاخة مبيعاً في عالم العطور الشرقية منذ عقود، وعطري بلاك ستار الرجالي والنسائي أفضل العطور الشرقية الحديثة ذات التوجه العالمي، والتي تتكون من مزيج مميز من العود والمسك مع لمسات من البرجموت وقطرات الياسمين. مجموعة بلاك تؤكد بحق أن عبد الصمد القرشي سادة العطور الملكية.